تكملة الـ distresses models. Faulting models. الموديل الرابع. Faulting at transverse joints is a serious problem that can lead to severe roughness in jointed concrete pavements. الفولتينج أيضا من أنواع الفشل يحدث في المفاصل العرضية transverse joints، وهي تعتبر من المشاكل الكبيرة والمهمة والتي تؤدي إلى درجة خشونة أو مستوى خشونة عالي جدا في الـ jointed concrete pavements. The mechanism of faulting distress in doweled pavements are quite different from those in undoweled pavements. طبعا الميكانيكية اللي تؤدي إلى ظهور هذا النوع من الفشل مختلف في طبقات التبليط الكونكريتية المزودة بقطع الدول بار عن تلك الغير مزودة بالدول بارز. الدول بيفمنت فولتينج بالنسبة للدول بيفمنت اللي هي مزودة بالدول بارز فولتينج of dual pavement is caused by the erosion of concrete around the doors under repeated loading. فإذا بالنسبة لنوع البيفمنت المزودة بالدول بارز اللي تربط الجوينتس يكون الفولتينج يظهر أو يتسبب من الإيروشن للطبقة الكونكريت حول قطع الدول بارس نفسها عند تسليط أحمال متكررة عليها. Because the design of duals is based on the bearing stress between dual and concrete. وذلك لأنه تصميم الدول نفسها يعني أبعاد الدول خصائصها مميزاتها وأيضا عددها يعتمد على مقدار البيرينج ستريس ما بين الدول نفسها والكونكريت. The maximum bearing stress on dual bars can be obtained directly by the finite element computer program. وطبعا هناك برامج كمبيوترية حاسوبية طورت باعتماد على الفاينت إليمنت ثيوري لحساب الأقصى بيرينج ستريس بالدول بارس. بالنسبة للأندول بيفمنت في to date no mechanistic based analysis have been attempted for undual pavement. لحتى تاريخ هذا الكتاب لم تكن هناك يعني موديلات فعلية مطورة لتحليل هذا النوع من الفشل في أنواع البيفمنت الأندولد. بعدها بدأت تظهر الموديلات. هذه الصورة توضح الفولتينج اللي حاصل بطبقات التبليط. لاحظ هنا أدى حدوث هذا التشقق إلى ارتفاع الإليفيشن، يعني نتج عن ارتفاع الإليفيشن أو المنسوب لإحدى الجهة عن الجهة الأخرى. شوف هنا المنسوب أعلى. هذه صورة توضح هنا، يمكن أوضح نشوف اختلاف المنسوب ما بين سلاب وآخر فيؤدي إلى حدوث الفولتينج. بالنسبة للجوينت ديتوريشن، أندول بيفمنت جوينت ديتوريشن includes spalling and general breakup of the concrete near the joint. إذا نشوف هنا الصور، هذه حالة spalling عندنا هنا، عندنا هذا الجوينت الطولي وقريب الجوينت العرضي تصير عندنا حالة مثل التكسر. هذا نشوف هنا عندنا تكسر بالبيفمنت قريب الجوينت، هذه هو نسميها تشوهات المفاصل. No mechanistic methods have been developed to analyze joint deterioration. The most important factor that causes joint deterioration is the decracking of concrete as described in section 912. طبعا دراسة العوامل المؤثرة على هذا النوع من الفشل يكون السبب الرئيسي لها هو نوع الفشل اللي نسميه decracking. وإذا تحبون تفاصيل أكثر راح تروحون إلى فصل التاسع فقرة 9.1.2 بها تفاصيل أكثر، وإن شاء الله السنة القادمة كل هذا اللي شرحته وأكثر راح يكون واضح لكم في مادة صيانة الطرق.
therefore the use of aggregates. طبعا بالنسبة للديل كراكينج هو أنواع الفشل اللي تحدث بالطبقات الكونكريت بيفمنت نتيجة التشوهات اللي تصيب الأجريجيت نفسه. التشوهات اللي تصيب الأجريجيت هي أيضا تتأثر بعدة عوامل منها الرطوبة. Therefore, the use of aggregates that do not cause decracking is the first request to prevent joint deterioration. لذلك من التوصيات لمنع حدوث هذا النوع من الفشل هو تحسين خواص الأجريجيت لمنع ظهور أو تسبب الديكراكينج. بالنسبة للبنشاوس موديلز هذا أيضا نوع آخر من الفشل يكون بشكل بقع مثل ما نشوف هاي الصورة، يعني بقع بها فشل تكسر بسطح التبليط مو على شكل خطوط أو تشققات. Benchers are the primary mode of distress in the continuous reinforcement concrete pavement as described in section 912. بالفصل التاسع أيضا أكو تفاصيل أكثر على هذا النوع من الفشل وأنواع الفشل الأخرى مثل ما ذكرت، وأيضا بالسنة القادمة إن شاء الله راح تكون أوضح بالنسبة لكم المعلومات. هذا النوع من الفشل هو السبب الرئيسي في فشل طبقات تبليط الصلد نوع الداء المزود بالتسليح المستمر اللي نسميه continuous reinforcement concrete pavement. If this type of distress could be eliminated, the continuous reinforcement concrete pavement would have an outstanding performance record. طبعا بما انه هذا السبب الرئيسي لفشل هذا النوع من الكونكريت، فاذا قدرنا نقلل احتمالية حدوث هذا الفشل الى اقل القيم معناته احنا حصلنا على تبليط ذات مستوى اداء عالي. A comprehensive study was made by Zonger in 1989 on the Benchaus distress. He described four modes of distress that eventually lead to Benchaus. في دراسة أعدت عام 1989 لاحظوا أن هناك أنواع من الفشل أخرى أهمها أربعة كلها تؤدي إلى حدوث البنشاوس. مثل ما نشوف هنا بهذه الصورة بهذا الفيجر، النوع الأول عندنا حدوث وجود البرايمري كراك والإنترنال كراك. البرايمري كراك اللي يحدث في أعلى طبقات التبليط وأسفل أيضا، والإنترنال كراك اللي تحدث في يعني بالطبقات الداخلية للكونكريت سلاب قرب البارس. هذا النوع من الأسباب اللي يؤدي إلى حدوث البنشاوس. عندنا السبولينج أو الكراك فيس أو التكسرات أيضا هو من نوع آخر. النوع الآخر هو loss of load transfer اللي يؤدي إلى حدوث الفولتينج نتيجة اختلاف الإلفيشن بين مقطع وآخر، وأيضا الفشل الطولي. هذه أنواع أشهر أنواع الدستريس اللي ممكن تؤدي إلى حدوث البنشاوس. أشهر الطرق المستخدمة في تصميم الإنشائي للريجيد بيفمنت هي نفس الطريقة اللي استخدمناها في التصميم الإنشائي للفليكسبل بيفمنت أشتو ميثود. أشتو ميثود رح يكون هو إن شاء الله موضوع محاضراتنا القادمة، حنوضح بالتفصيل الخطوات اللي ثبتها أشتو وطورها أشتو لتصميم الإنشائي الأمثل للطرق الصليدة، لكن رح نعطيكم هنا هسه مقدمة. The design guide for rigid pavement was developed at the same time as that for flexible pavement and was published in the same manual. الأشتو لما صدر المانيوال الخاص بالتصميم الإنشائي صدر المانيوال two manuals واحد للفليكسبل والآخر للرجد في نفس الوقت. The design is based on the empirical equations obtained from the Ashto road test with further modification based on the theory and experience. طبعا في النسخ الأولية كان معتمد على معادلات مستنبطة ومستنتجة ومشتقة من خلال دراسات النوع empirical عميقة تناولت الموضوع وتوصلت إلى صيغ نهائية لهذه المعادلات لاستخدامها بطريقة أشتو. ثم صار تطوير لهذه المعادلات باعتمادا على تطوير النظريات نفسها وأيضا على تجارب. In this section only the thickness design is presented. طبعا احنا راح نركز على كيفية حساب
سمك طبقات التبليط. The design of steel reinforcement and tie bars is similar to that discussed in section 432 and is not presented here. أما بخصوص تصميم الأقضبان المعدنية المستخدمة في تسليح طبقات التبليط فهذه ما نتناولها بمحاضراتنا، راح يكون عليها تركيز في سكشن في فصل الرابع سكشن 432 إذا تحبون تطلعون عليها. A comprehensive survey conducted in 1994 and 1995 showed that most state highway agencies use some version of the ASHTO pavement design procedure for rigid pavements. About 84% use either the 1972 or 1986-1993 ASHTO design procedure for the rigid pavement design, and about 4% two states use the PCA method, and the remaining, which about 12% use their own design procedure. بالنسبة لأشتو تعمم على الولايات المتحدة الأمريكية وصارت هناك بعض المسوحات يعني بيان كم عدد الولايات التي تعتمد طريقة معينة. فلاحظوا أنه تقريبا 84% من هذه الولايات اعتمدوا طريقة أشتو، فاعتبروها هي الأكثر شيوعا واستخداما بطبعا نسخ محدثة، و4% فقط استخدموا طريقة PCA اللي احنا طبعا هي ضمن منهجنا، وراح يعني تقديمه لكم راح يعتمد على الوقت المتبقي. وهناك 12% من هذه الولايات لها المانوال الخاص أو المواصفات الخاصة لتصميم إنشاء الطرق. طلبتنا إلى هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الإصغاء، وإن شاء الله نلتقي في الخميس القادم مع محاضرة جديدة. نتمنى لكم التوفيق ونلتقيكم على خير.